أعتقد أن دراسة الماضي هي بداية الانطلاق للمستقبل. والحب بنظري هو عطاء. العطاء قد ما بتقدر تعطي للآخرين، تساعدهم، تساندهم، ترفع الأذى عنهم. الفكرة أو الحلم ديالي على هذا الكراج هذا اللي كان فكروا فيه أنا واختي هو يكون واحد الكراج مسمي أول حاجة فرانسيس أوتو. من خلال زراعة الشجر عم طور ناس، عم طور سيدات. بحب مدرستي كتير وبحب طالباتي كتير. انتي هذا كيشجع هذا باش يقدر يكمل واحد اخر حتى يوصل للهدف ديالو. ملي كيكونوا جوج شخص كيكونوا قرابين لبعضياتهم دونك عم توصل شي حاجه اللي هي مزيانه. بتمنى لهذه الارض سلام الزيتون. الشجرات اللي احنا زرعناهم بعد 10 سنين قد ايه بدهم يكونوا بالمستقبل؟ تحت كل شجره حيصير في قصه.